السلام عليكم أصدقائي الطلبة، وصلنا لهذا الشابتر 3 في الدروا كوميرسيال كيدوي على الستريكتور سوسيتير، كيفاش كيتكونوا الشركات، الكونستيتيوسيون ديالهم وطريقة العمل ديالهم الفونكسيون. أول سيكسيون غادي ندوي على لا اس ا، لا سوسيتي انونيم. لا سوسيتي انونيم est une société commerciale par la forme. هي تجارية par la forme. واخا شنو ما كان النشاط ديالها اللي كيدار في هاد الشركة هادي كتسمى تجارية. dans laquelle les associés اللي فيها داك الشركاء كنسميوهم des actionnaires en raison d'un droit représenté كنسميوهم actionnaires بسبب كيكون عندهم واحد الحق كيكون متمثل بواحد التيتر نيغوسيابل او اكسيون. لي اكسيون نو سوبورت لي ديت سوسيال كا كونكورونس دو لور زابور. هاد لي اكسيونير ما كيتحملوا هذوك الديون ديال الشركه الا نسبه لكشي اللي جابوا الشركه. الا مثلا كانوا مساهمين ب 10%، إذا كانوا الشركة عندها شي ديون كيكونوا ملزمين ب 10% من داك الديون. كانوا مثلا مساهمين ب 15% ولا 35% كيكونوا ملزمين باش يأديو 35% من الديون ديال داك الشركة. لا كونستيتيوسيون دو لا سوسيتي انونيم كيفاش كتكون؟ لا كونستيتيوسيون دو لا سوسيتي انونيم او روفيتير دو فورم، تقدر دار بجوج ديال الطرق، يا اما avec appel public à l'épargne ou sans appel public à l'épargne. يا إما كنديرو واحد الدعوة عامة للإدخار باش كيساهموا الناس في ديك الشركة، بزاف ديال الناس، وكنديرو ديك الشركة كنديرو لها la constitution ou sans appel à l'épargne. sans appel public à l'épargne بلا ما كنديرو هذيك الدعاية ديال باش الناس يدخلوا في رأس المال. ملي كيتفتح رأس المال هي ملي كيكون ابيل بوبليك على بار، و سون ابيل بوبليك على بار كيكونوا غير شي ناس فاهمين بيناتهم وكيتجمعوا الفلوس بيناتهم وكيصاوبوا واحد الشركه سوسيتي انونيم. لا كونستيتيوسيون افيك ابيل بوبليك على بار اي بلورار، هاد لا كونستيتيوسيون اللي كدار بواحد لابيل بوبليك على بار كتكون نادره اون غيزون دو لا لوردور دي زوبيراسيون، بسبب هذاك كاين بزاف ديال العمليات باش كتقوم بهاد لا كونستيتيوسيون ديال لا سوسيتي انونيم بهاد الطريقه. ان سوبوز لا ريونيون داكسيونير نومبر، خاص يكونوا بزاف ديال الشركاء، ان انترفونسيون دو بليزيور بيرسون، و تدخل ديال بزاف الاشخاص، اكزيج دو طون وكيخصها بزاف د الوقت ملي كنديرو ابيل بوبليك على بارن. ويسكو لا بروسيدور بو اتر اسي لونغ، تقدر هذيك لا بروسيدور تكون شويه طويله. لي كونديسيون دو كونستيتيوسيون، الشروط باش نديرو باش ننشئو هاد الشركه. لو نومبر داكسيونير، العدد ديال داك المساهمين. لو نومبر داكسيونير نو بو اتر انفيريور ا 5، خاصو يكون اكثر من 5 مساهمين. ان نو سوبورت لي بيرت كا كونكورونس دو لور زابور، ما كيتحملوا الديون الا نسبة لهذاك الشيء اللي جاو. كانوا مساهمين ب 10% كيتحملوا 10% ديال الديون ديال الشركه، وهكذا مع باقي النسب. لا دوري ان نو بو هاك اكسيدي 99، المدة ديال هاد الشركة الصلاحية ديالها ما خصهاش تفوت 99 عام. اي كور على دات اداتي دو لي ماتريكولاسيون، وكتبدا من التاريخ ديال التسجيل ديالها في السجل التجاري لي ماتريكولاسيون او روجيستر دو كوميرس. سيرج سوسيال، هاد السيرج سوسيال ال كونستيتيو لو دوميسيل ليغال دو لا سوسيتي، كيمثل هذاك المقر القانوني ديال الشركه. Le SA dans le siège social est situé au Maroc. Les sociétés anonymes, les sièges d'Yéron Kine le Maghreb, sont soumises à la législation marocaine, qui connaît
القانون المغربي. اوبجي سوسيال، la société anonyme est commerciale par sa forme. Peu importe son objet. الشركة هذه المجهولة هذه مجهولة الاسم كتكون كوميرسيال بار لا فورم، شنو ما كان لوبجي ديالها، شنو ما كانت كدير. لو كابيتال il est fixé à 3 مليون دو درهم si la société fait publiquement appel à l'épargne. خاصو يكون 3 مليون ديال الدرهم الى الشركه دارت ابيل بوبليك على البار، اي 300000 دون لو كا كونترير، و 300000 درهم الى ما دارتش هذيك لابيل بوبليك على البار. لو كابيتال دو تيتر انتغرالمون سوسكري، هذا الكابيتال خاصو يكون كله سوسكري. هذه القضيه راكم شفتوها في لا كونطابيلتي سوسيتي. لي زابور بوف تيتر دو ديفيرون ناتور، كل واحد شنو كيجيب هادوك لي زابور ديال المساهمين، كل واحد واش كيساهم. il doit avoir une valeur actuelle appréciable en espèces، خاصها غير تكون عندهم واحد القيمه اللي يمكن لينا واحد القيمه ماليه. et constituer un élément d'actif، وتكون واحد الجزء من l'actif réalisable pouvant être inscrit à l'actif du bureau de la société. نقدروا نحطوه في الاكتيف ديال الشركه. La loi exige une libération des apports en numéraire du un quart au moins de leur valeur nominale lors de la souscription. القانون كيلزم بانك تحط الربع ديال داك لي زابور اون نيميرير فلوس، دوك المساهمين اللي كيساهموا بفلوس خاص ضروري يحطوا الربع ديال داك الفلوس باش ساهموا. Au moment de la souscription, la libération du surplus doit avoir lieu dans un délai ne dépassant pas 3 ans. À compter de l'immatriculation au registre de commerce. Procédure de constitution. كيفاش كنديرو كننشئو واحد الشركه؟ لي فونداتور ديزين ان او بليزيور كوميسير او زابور بور بروسيدي ا ليفالياسيون دي زابور اون ناتور. لي فونداتور مؤسسين كيعينو واحد الكوميسير او زابور، هاد الكوميسير او زابور شنو كيدير؟ بور ايفاليوي لي زابور اون ناتور، باش كي يعطي القيمه لهذوك المساهمات اللي هما غير ماليه. مثلا واحد جاب واحد تيران، واحد جاب لي موبل، واحد جاب واحد لا ماشين، واحد جاب دو فواتور. هاد الكوميسير او زابور كيعطي القيمه الحقيقيه ديال هذوك لي زابور اون ناتور. مثلا كيقول لهم هاد الطوموبيله راه شحال الثمن ديالها، ولا هاد التيران راه شحال الثمن ديالو الحقيقي اللي خصو يدار. لو رابور دو دي كوميسير، هاد الرابور ديال هاد الكوميسير هذا دو انديكي لو مود ديفالواسيون ادوبتي، خصو يبين فيه هذيك الطريقه باش دار التقييم ديال هذوك المساهمات اللي غير ماليه عينيه. اي بوركوا الى ايتي روتون، وعلاش دار هاد الطريقه باش يعرف القيمه ديالهم الاصليه. ابري سو رابور دو اتر ديبوزي او غريف دو تريبينال، من بعد هذا الرابور هذا التقرير خصو يتحط عند لو غريف دو تريبينال اي او سيج سوسيال وفي المقر الاجتماعي. اي تونو على ديسبوزيسيون دي اكسيونير، ويتعطى لي اكسيونير 5 جور افون لا سيغناتور دي ستاتو، 5 ايام قبل ما يسينيو هذاك القانون الاساسي ديال الشركه باش يعرفوا راسهم علاش داخلين. مثلا واحد جاب كاميو، واحد جاب تيرا، واحد باش يعرف كل واحد شحال باش مساهم، ويعرف حتى هو البورسونتاج ديالو شحال باش ساهم. لي فون بروفينون دي سوسكريبسيون اون نيميرير، هذوك الفلوس اللي كيجيو من سوسكريبسيون اون نيميرير، فلوس يعني فلوس ليكيد، سون ديبوزي اون نوم دو لا سوسيتي اون فورماسيون، كيتحطو باسم هذيك الشركه اللي كيتم الانشاء ديالها. Dans un délai de 8 jours, c'est-à-dire 8 ans,
دون ان كونت بونكير بلوكي، واحد الحساب بنكي كيكون مبلوكي، افيك لا ليست دي سوسكريبتور اي لانديكاسيون دي سون فيرسي بار شاكان دو. واحد لا ليست ديال هذيك لي سوسكريبتور، وكل واحد شحال حط ديال الفلوس. لو روتري دي فون باش نجبدو داك الفلوس اي effectué par le mandataire du conseil d'administration. Le retrait, je vais vous donner le flux qui connaît le mandataire qui aïe le majlis réassa ou le directoire contre remise du certificat du greffier du tribunal attestation d'immatriculation de la société au registre de commerce. Je vais vous donner le flux. كيجبدها واحد الشخص ولا بزاف الاشخاص كيكونوا معينين من طرف هذا الكونسي دادمينستراسيون اللي هما عندهم السلطه باش يتيروا الفلوس من داك الكونت. شريطه يعطيو رميز ديال هذيك السيرتيفيكا بانهم سجلوا داك لا سوسيتي في المحكمه في لو تريبيونال. لي ستاتيو دواف كونتينور دي انديكاسيون ريلاتيف aux organes de la société. هذا القانون الأساسي خصو يكون فيه كاع هذيك المسائل اللي كيتعلقوا بالأعضاء ديال هذيك الشركة. لي كلوز ريلاتيف على كومبوزيسيون، هذوك المواد اللي كيتعلقوا بالإنشاء ديال ديك الشركة، أو فونكسيونمون كيفية العمل ديالها، إي أو بوفوار دي زورغان، والسلطات اللي معطيه لكل عضو دو لا سوسيتي. لا ديزينياسيون دي برومي ادمنستراتور، هاد التعيين ديال هاد لي ادمنستراتور المدراء ولا ديال لي برومي ادمنستراتور بو اتر فيت دون ان اكت سيباري، يقدر يدار بواحد حيت كيكون لو ستاتيو. وهاد لا ديزينياسيون دي برومي ادمنستراتور تقدر دار في واحد العقد بوحدو من غير القانون الاساسي ديال الشركه، مي سيزون كور افيك لي ستاتيو، ولكن خاصو يكون محطوط مع لي ستاتيو. ابري لابروفاسيون دي ستاتيو، من بعد الموافقه على داك القانون الاساسي، اي كونفيان دو لي فير اونريجستري دون ان ديلي دان موا. من بعد ما كيتفقوا على داك القانون الاساسي خاصو يتسجل فواحد الاجل ديال الشهر اكونتي دو لا دات دو لاكت كونستيتوتيف، من تاريخ داك العقد ديال التنشئه ديال الشركه. لا كونستيتوسيون دو لا سوسيتي في لوبجي دون بوبليسيتي او بولتان اوفيسيال. التاسيس ديال الشركه خاصو يدار ليه الاشهار في الجريده الرسميه اي دون ان جورنال دانونس ليغال، فواحد جريده ديال الاعلانات القانونيه، انديكون نوتامون لو نيميرو دي ماتريكولاسيون او ريجستر دو كوميرس. كيبين في هذا الاشهار هذا لو نيميرو باش تسجلات في الريجستر دو كوميرس. باراغراف 2 عندنا لادمينستراسيون اي ديريكسيون دو لا سوسيتي انونيم، كيفاش كتسير هاد لا سوسيتي انونيم. هاد الباراغراف ان شاء الله نخليوه حتى للفيديو الجاي. كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي اللي دوينا عليه اليوم. ما فهمتوا شي حاجه كتبوا لي في لي كومونتير غادي نجاوبكم ان شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق، بقاو في ديوركم، قراو من ديوركم، وغادي يكون غير الخير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.